نبقى وإياكم مع النجم العربي مازن عساف وفرقته الموسيقية بقيادة المايسترو جانو سيدو. الله يغضب الله تعاربهم لا تعشاربهم جانا يلا ندعس ما نرحم ترى نضرب بالندعام يلا ندعس ما نرحم ترى نضرب بالندعام اللي ياخذ حقنا فلسطين يشرب دم ترى واللي ياخذ حقنا ترى قباله سمعوني صوتكم يلا يا غضب الله ادي شوي جانا انا هذا الصوت ما بيعبي معي ادي اسمعوا هذا الصوت ما بيعبي معي انا يا بنرجي السفينه يا بنوقف شو تختاروا بنرجي السفينه ولا بنوقف يعني بنرجي السفينه بنرجها يعني طيب هلا خلينا نشوف يرجوه ولا ما يرجوه يلا نسمع يا غضب هذا جمهور العساف جانا يلا جينا نكسر الروس ندعسهم ندوس جينا نكسر الروس يلا ندعسهم وندوس شرف ما عدهم ترى ما بيهم ناموس شرف ما عدهم يلا كمان اعلى 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 ايه يا غضب الله كمان يا باطل عالسلم يا باطل عالسلم جانو ويلك يا ويلك لو تلعب بذيلك ويلك يا ويلك لو تلعب بذيلك ترى من كل الدنيا صدق نشيلك ترى من كل الدنيا صدق نشيلك يلا يا غضب الله جيت عاربهم يا غضب الله جيت عاربهم تروا كبار الدنيا دعش يا ربهم تروا كبار الدنيا ولا دعش السلام عليكم الله يسعد صباحكم ومساكم تحية خاصة لفلسطين وشعب فلسطين وينهم يرفعون يدهم فوق فلسطينية مشان شو جايين طيب مشان شو جايين لك الله وشعب فلسطين القلب سوريا وشعب سوريا الحبايب العراق وشعب العراق الخليج العربي وكل الدول العربية على رأسي منورين حياكم الله بدنا نسمع زقفة من ايديكم الحلوة لشركة الحرباء وبرودكشن وابراهيم برودكشن اللي جمعونا هاي الجمعة الحلوة حبايب القلب الفنان والأستاذ علي ياغي حبيب قلبي علوش